عندما يكون راتب الموظف ضحية للحرب فتلك مصيبة يعيشها المواطن اليمني، فبعد توقف صرف مرتباتهم منذ 3 أشهر وجد أغلب موظفي القطاع العام أنفسهم في وضع لم يكن في الحسبان. نحن الموظفين كان ما يحفظ ما وجهنا هو بقاء هذه الدريهمات كما يقال، لكن الآن بعد امتناع الشرعية من جهة وامتناع الميليشيات من جهة أخرى إعطاءنا ما نستحقه من رواتب، أصبحنا الطبقة المسحوقة ومن ضمن الطبقات التي تحتاج حتى سلال غذائية. ظل راتب الموظف خلال 18 شهرا من الحرب مصدرا وحيدا لإعالة كثير من الأسر اليمنية. في تعز تسببت الحرب وتداعياتها في شلل النشاط الاقتصادي وبالتالي فقدان عشرات الآلاف لأعمالهم، ولذا فإن فقدان الموظفين لرواتبهم يهدد بأزمة إنسانية كبيرة. 3 أشهر في ظل هذه المدينة المحاصرة والمدينة التي تعيش وضع اقتصادي ووضع إنساني مزري جدا، وصل الحال بالحد بموظفين أن يبيعون أثاث منازلهم وضع مأساوي. يكتنف الغموض مصير مرتبات الموظفين مع استمرار التجاذبات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بعد نقل مركز السلطة المالية من صنعاء إلى عدن وأزمة السيولة النقدية كواحدة من أسباب مشكلة الأجور. أضفت أزمة تأخير دفع مرتبات الموظفين بعداً آخر للأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد، أزمة إن طال أمدها ستكون أشبه برصاصة الرحمة على ما تبقى من حياة للمواطن اليمني. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، تعز.